السلام عليكم. exam number 6. question 1. the opposite graph illustrates a reproduction form in a unicellular fungus. يعني فانجاي. جايب لك هنا فانجاي unicellular اللي احنا خدناه بالتحديد في ال unicellular fungi اللي هو yeast. ما خدناش غير yeast. طيب هنا الشكل ده بيعبرني عن بادنج، حتى لو ما جاش قال لي ان هو ييست، معنى ان هو اتقسم بالشكل ده لسيل كبيره، يبقى هي المادر سيل، يبقى الصغيره دي هي بالتحديد بد. تمام، يبقى ده هيبقى بادنج. طبعا بادنج بيحصل عن طريق ميتوزيس ديفيجن. تعال نشوف الاجابات هنا. the chromosomal number of cell Z، بيتكلمك عن cell Z equal to chromosomal number of X. طبعا صح، ان chromosomal number of Z equal X، لانه بالإي ها by mitosis، فهتبقى اجابتها ايه؟ ولا هي دبل؟ لا طبعا مش دبل ولا هاف، لا كل التلاتة قد بعض اساسا. دي تو ان بتتقسم تديني تو سيلز، كل واحدة فيهم تو ان، لان بيحصل دوبليكيشن قبل الديفيجن، فهتتقسم تديني 2 سيلز، كل سيل هتبقى 2n كلهم قد بعض. Which of the following links between two identical tissues? Tendon and ligaments. Tendon بتربط muscle by bone، فدي ما بتربطش two identical tissues. فاوريدي تندونز هنا مش هتنفع الاجابه، مش هينفع الاختيار ده، لان تندون ما بتربطش تو ايدنتيكال تيشوز. كارتلاج ما بتربطش تيشو بتيشو، هي بتغطي البونز وبتعمل لها نون ايروجن او بتمنع الايروجن. ليجامنت بتربط بون باي بون، فالليجامنت صح لكن كارتلاج غلط. المعاصر مجاوبها بي، انا اختلف مع المعاصر تماما واقول ان الاجابه هي سي، لان كارتلج ما بتعملش لينك ما بين تو بونز، هي بتعمل كفر للبون تبس عشان تمنع الكروجن، لكن ما بتعملهمش لينك ببعض. اللي بيعمل لينك ببعض، لا سوري مش كارتلج اونلي، قصدي ليجامنت اونلي. اللي بيعمل لينك للبونز ببعضها هي ليجامنت بس. يبقى ليجامنت هي التيشو اللي بيربط تو ايدنتيكال تيشوز ببعض. هل دايما ليجامنت بتربط تو ايدنتيكال تيشوز ببعض؟ لا، اوقات الليجامنت بتربط organs of reproductive system by the wall of abdomen، يبقى بتربط reproductive system بwall of abdomen. بس هنا يقصد تو ايدنتيكال تيشوز، يعني بتربط bone by bone. مين هنا اللي بيربط او بيعمل لينك ما بين البونز؟ ليجامنتس اونلي، مش كارتليج اند ليجامنتس. المعاصر لما بيجيب سؤال اختلاف فيه بالشكل دوت، انا برجع للمستشار. لو انتم ملاحظين يا جماعه ان في اسئله كتير في المعاصر انا اديتها لكم من قبل كده، انا ما خدتهاش من المعاصر، انا كنت مترجماها من الصفحه اللي عليها مستشارين المواد، ومستشارين المواد دول هم اللي حاطين المعاصر، فانا بتفاجئ بالسؤال ان هو موجود. انا جبته لكم قبل كده، او لو انتوا شفتوه قبل كده انا ببقى جايباه قبله من ترجمه من المستشارين، بعد كده ترجمات المستشارين دي نزلت المعاصر. فرجعت لواحد من المستشارين دول في السؤال ده وقلت له هل هي كارتليج اند ليجامنتس ولا ليجامنتس بس، وان انا شايفه ان كارتليج ما بتربطش ما بين البونز، واللي بيربط البونز ببعضها او لها وظيفه اللينك اساسا هي كارتليج او تندونز، بس تندونز ما بتربطش تو ايدنتيكال تيشوز، لكن ليجامنتس بتربط تو ايدنتيكال تيشوز، فتبقى الاجابه ليجامنتس. فوافق على كلامي وقال لي طبعا ان ده خطا في المعاصر. Which of the following graphs represent the relation between the growth of thyloses and the volume of water passing in the infected xylem vessel y؟ كل ما الثايلوسز كبرت كل ما عملت بلوك للزايلم فيزل، فكل ما ووتر اوف ووتر باسنج يحصل لها ديكريزنج، يبقى بزياده جروث اوف ثايلوسز يقل باسج اوف ووتر، دي علاقه انفرس، فتبقى اجابتها نمبر دي. تاني،
by increasing size أو growth of thylases. كل ما thylases كبرت كل ما عملت block للزايلن فيزل كل ما كان passing of water أقل، يبقى يزيد growth يقل passing of water، يزيد يقل the inverse relation، فهتبقى number D. Question number 4: Which of the following organisms whose gametes are produced by two types of divisions? Type 1: honeybee drone بتنتج الجميتس بالميتوزس، يبقى نوع واحد. honeybee queen بتنتج الجميتس بالميتوزس. female of aphid insect بتنتج لي نوعين من الجميتس، نوع بالميتوزس ونوع بالميوزس، يعني هي بتنتج جاميتس N and 2N، فأوريدي الإجابة هتبقى C. جاميتوفايت of polybodium بينتج الجاميتس بالميتوزس لأنه يعتبر N، والجاميتس بتاعته هي كمان هتبقى N. Question number 5: The opposite graph illustrates the glucose level for a person after eating a meal rich in carbohydrates. برضو السؤال اللي انا كنت جايبه لكم في امتحان، انا مترجمه، اتفاجئت بيه، موجود في المعاصر، مترجمه من كتاب حسن محرم، وحسن محرم من الناس اللي حاطه المعاصر. جلوكوز ليفل فور ا بيرسون افتر ايتينج ا ميل ريتش ان كاربوهيدراتس، قال لك ان الميل ريتش ان كاربوهيدراتس. ارتفاع الجلوكوز افتر ايتينج ا ميل مش محتاج اصلا هرمون، هو ارتفع نتيجه الاكل اللي اكله، فارتفاع الجلوكوز من 1 ل 2 نتيجة الفود اللي هو أكله، لكن نزوله من 2 ل 3 أكيد ده نتيجة الأنسولين. تمام، يبقى نزوله من 2 ل 3 ده نتيجة الأنسولين. طيب طلوعه تاني من 3 ل 4 أو للجزء ده نتيجة أكيد جلوكاجون. طيب طلوعه من 1 ل 2 نتيجة جلوكاجون، لا ده نتيجة الأكل. فهنا بيقول لك إن number refers to the beginning of insulin and glucagon hormone effect. طبعا insulin هيبتدي يأثر عند 2 لما الجلوكوز level كان عالي هيقلله، و glucagon هيبتدي يأثر عند 3، فهتبقى إجابتها number B. Question number 6: Which of the following statements describes the bacterial transformation? إيه هنا بيوصف البكتيريال transformation؟ synthesis of DNA strand from RNA، هل في البكتيريال ترانسفورميشن ال DNA بتاعها بيتحول RNA، ولا fusion of DNA piece من ال DNA يعني جين from the bacterial strain S with DNA of bacterial strain R. S عندها جين يخليها more resistance للإميو سيستم بتاع المايس، فتبقى مقاومة للإميو سيستم بتاع المايس فما يقدرش عليها فيموت. الجين ده بيتنقل من البكتيريا S للبكتيريا R، وهو ده الفرق ما بين بكتيريا S وبكتيريا R. فلما بيتنقل الجين بيحولها لS ويخليها more resistance للإميو سيستم بتاع المايس. تمام، يبقى فكرة البكتيريا الترانسفورميشن إن في جين بيتنقل من S لR يحول R لS، الجين ده بيخلي R makes R more resistance to immune system of mice. تمام، يبقى بتخليها تقاوم الاميو سيستم بتاع المايس فتبقى S، لان S عندها جين already بتقاوم الاميو سيستم بتاع المايس، فهتبقى اجابتها نمبر B. شوف بقية الاختيارات غلط ليه. combination of bacterial DNA with bacteriophage، اللي جاب سيرة البكتيريوفيج هنا ديت بكتيريا بتصيب المايس. synthesis of DNA strand from DNA molecule، اتكون strand من molecule، لا طبعا كل الكلام مش logic، ده نص من replication. The opposite figure illustrates the action of mechanism of one of immune cells inside the human body. What choice of the following table is considered correct? طبعا السيل دي واضح ان هي بتعمل فيجوسايتوسز، فهي تبقى سيل مبتلعه، فممكن تبقى بازوفيلز، ايزينوفيلز، نيوتروفيلز، ممكن تبقى ماكروفيج، ممكن تبقى بي سيلز، كل ده ينفع.
طيب طبعا اكس هيبقى انتي بودز، فاحنا هنختار اكس انتي بودز. عندي مش هشطب غير اجابة واحدة اللي هي سي. طيب هي واي ماكروفيش هتبقى دي اللي صح. طب زد ايه اللي موجود على سيرفس او بكتيريا؟ انتيجين. فاجابة ايه عموما هتبقى صح، يبقى اجابة هنا هتبقى نمبر ايه. question number 8. The genital processes of polybidia implant exist in the lower surface. هو ما يقصدش lower surface، يقصد in the lower part، لان هي موجودة in the anterior surface of the plant. اللور بارت يعني قريبة من السايل. قريبة من السايل ليه؟ هي السبيرمز تقدر توصل لحد الاج من غير ما تعوم على المية، يبقى هي محتاجة ووتر تعوم على سطحها، فلازم الووتر بتاعت السايل تكون واصلة لها عشان تعوم عليها سيلياتد سبيرمز. يبقى بوليبوديوم السبيرمز شكلها سيلياتد وبتعوم على وش المية علشان تقدر توصل للاج الموجودة في الارشيبونيا. فوجود الجينيتال بروسيسز، يعني كلمة جينيتال بروسيسز يعني جينيتال اورجنز اللي هي ارشيجونيا اند انثريديا، موجودين ليه في اللور بارت اوف ذا بلانت؟ علشان يبقوا كونكتد للسويل ووتر، يبقوا قريبين جدا من السويل ووتر. طب هل هما تو ابزورب سويل ووتر؟ لا طبعا مش تو ابزورب سويل ووتر. ليه؟ لان بيعمل ابزورب للسويل ووتر اللي هي سمبل روتس او رايزويدز، يا اما سمبل روتس يا اما رايزويدز، لكن مش هتبقى الجينيتال بروسيسز او الجينيتال اورجن. تو افويد اكسبوجر تو لايت، ما قلناش ان هي لازم ما تتعرضش للايت. تو فايند نيوترينتس، هي ما بتاخدش نيوترينتس، اللي بياخد نيوترينتس هو الروت، بياخد الووتر ومع نيوترينتس ده يبقى فيه. يبقى الجينيتال بروسيسز محتاجه ووتر، محتاجه ووتر ليه؟ عشان تقوم عليها سيلياتد سبيرمز توصل للارشيجونيا، يبقى تو بي كونكتد وذ ذا سويل ووتر. Question number 9. When some bacterial strain are infected with a virus, they produce. في هنا فيروس دخل البكتيريا. طبعا السؤال ده برضو انا جايبه لكم قبل كده. هل تنتج ريستراكشن انزيمز بعد كده ليجيشن ليجيز انزيم، ولا هي هتنتج موديفيكيشن وريستراكشن؟ طب تنتج مين الاول؟ موديفيكيشن الاول، تامن الدي ان اي بتاعها هي، بعد كده تنتج restriction، يبقى modification then restriction. طب لو هي انتجت restriction الاول، هيهاجم ال DNA بتاع الفيروس وال DNA بتاع البكتيريا، فتبتدي تنتج modification، يضيف CH3 لل recognition sites فيمنع ان ال restriction توصل له، يبقى كده هي امنت نفسها. بعد كده تبتدي تنتج restriction عشان تهاجم الفيرال DNA. The movement occurs between the nerve impulse is transferred from the terminal arborization of the motor nerve fiber to E. هو already الorder جاي للmuscles، المuscles هتتحرك فتحرك البونز عن طريق التندونز، بس الorder جاي من البرين، من نهاية النيرف يوصل لمين؟ للمسل. يبقى order الحركة جاي لمين؟ للمسل. لما المسل تعمل كونتراكت تشد التندون، التندون يشد البونز، لكن اوردر الحركه جاي لمين عشان تعمل كونتراكت؟ للمسل. نهايه الموتور نيرف كان بيلمس بيلمس ايه؟ ها مسل فايبر. يبقى الموتور نيرف فايبر بيعمل كونتاكت لمين؟ للمسل فايبر، يبقى مسل اونلي. On carrying out an examination for a patient by magnetic resonance، معلش يا شباب بس كان حاجة حاصلة في الموبايل في اللابتوب. Assembled tumor was found in the parathyroid gland. قال لك ان هو استخدموا الماجنتيك ريسونانس عشان خاطر يكشفوا على الشخص ده، وده نوع من الكشف مغناطيسي يعني، او نوع من الاشعاع معين بيعرفوا بيه اللي هو الرنين المغناطيسي من الاخر يعني، يعرفوا بيه الوجود ورم او لا. فهو عمل الماجنتيك ريسونانس على الثايرويد جلاند ولقى ان فيها تيومر. التيومر ده بيسبب هايبر اكتيفيتي اوف ذا جلاند، معنى كده ان في انكريزنج للباراثيرمون هرمون.
طب لما يزيد الباراثيرمون هرمون يزود الكالسيوم ليفل في البلد. فلو الباراثيرمون عالي والكالسيوم ليفل عالي هما الاتنين عاليين، معنى كده ان في مشكلة في الباراثيرويد جلاند. طبعا يبقى هنا هيحصل increase لبوس كالسيوم وباراثيرمون هرمون in the blood. يبقى هو بيعمل هايبر اكتيفيتي الجلاند فبتنتج هرمون اكتر، فطالما الباراثيرمون هيبقى عالي يبقى الكالسيوم ليفل هيبقى عالي، وكده اجابتها هتبقى ايه. هل ممكن يبقى انكريز للكالسيوم ليفل وديكريز للباراثيرمون؟ هو قال لك اصلا هايبر اكتيفيتي في الجلاند، فمبدئيا لازم الباراثيرمون هرمون يزيد، وطالما هو زاد هيزود الكالسيوم ليفل. هل ديكريز ان كالسيوم ليفل مع انكريز للباراثيرمون؟ لا، الباراثيرمون لو زاد، وده النتيجه الطبيعيه اللي هو قايلها اصلا في السؤال، هايبر اكتيفيتي لازم يزود معاه الكالسيوم ليفل، فده مش لوجيك. ديكريز في الاثنين هو قايل هنا هايبر اكتيفيتي، فطبعا هتبقى غلط. Question number 12. The nucleus of the sperm of human male contains 23 DNA molecule. طبعا nucleus of the sperm هو عايز nucleus بس، مش السبرم بالكامل. النيوكليوس فيها 23 كروموزومز. طالما 23 كروموزوم يبقى فيها 23 DNA molecule، لكن السبرم فيه more than 23 DNA، لان في ميتوكوندريا في السبرم، والميتوكوندريا فيها دي ان اي مولكيولز. يبقى النيوكليوس فيها 23 كروموزوم، كل كروموزوم فيه 1 دي ان اي مولكيول، يبقى فيها 23 دي ان اي مولكيولز. لكن لو قال لك السبرم في ايه، في مور ذان 23 مولكيول، مور ذان السبرم كله على بعضه 23 دي ان اي مولكيولز. ليه؟ علشان في دي ان اي موجود كمان في الميتوكوندريا. بس هو هنا بيكلمك عن النيوكليوس بس، تمام. بعد كده بيقول لك the nucleus of the ovum in human female contain more than 23. لا، النيوكليوس بتاعت الاوفيوم فيها 23 كروموزومز، يبقى فيها برضو 23 دي ان اي مولكيول. فيبقى الاجابه ايه؟ ان الفيرست ستيتمنت از كوركت، لكن السكند از رونج. هو هنا ما بيتكلمش عن الأوبيوم كلها، هو بيتكلم بس عن النيوكليوس بتاعتها. النيوكليوس فيها 23 كروموزوم ب 23 دي ان اي مولكيول، لكن لو اتكلمنا عن الأوبيوم ككل زي السبرم بالظبط ككل، فيها كمان ميتوكوندريا ففيها اكتر من 23 دي ان اي مولكيول. هنا بيتكلم عن النيوكليوس بس. question number 13. The division is conditioned. يعني conditioned يعني ليه شرط. In all the following cells except. ده احنا كنا عارفين conditioned division واحد اللي هو secondary oocyte. ايه الشرط عشان secondary oocyte تتقسم؟ يحصل fertilization، صح؟ يبقى هي secondary oocytes مش هتتقسم، second meiosis، وتديني ovium مع polar body الا لو حصل fertilization. هل الزيجوسبور محتاج كونديشن او شرط؟ او ان يبقى فيه سوتابل كونديشنز، توفر سوتابل كونديشن. هل السبور محتاج كونديشن علشان خاطر تعمل ديفيجن؟ لازم تعمل ابزورب ووتر، ده شرط. هل الزيجوت محتاج شرط معين عشان يحصل ديفيجن؟ اول ما بيتكون الزيجوت بيبتدي على طول يعمل ديفيجن، فاللي مش condition هنا هو conditional، هو division of the zygote. تعال نشوف الشكل ده. الشكل ده جايب دي ماكروفيج بلعت الانتيجين، فككته فراجمنتس، عرضته على سطحها مرتبط بال MHC، اتعرفت عليه T هيلبر، انتجت مادة X. المادة X اكتيفيتي تي سي، مين اللي بيأكتف التي سي؟ سايتوكاينز بس خالص. وفي نفس الوقت هي وهي بتأكتف التي سي بتأكتف معها البي، فهي بتأكتف السيلولار والهيمورال اميونيتي اللي هي سايتوكاينز، فهتبقى اجابتها نمبر دي. question 15. if you know that the number of chromosomes in egg of honey bee queen، الايج بتاعت الهاني بي كوين بتبقى ان S16 and the number of chromosomes. What is the number of chromosomes in somatic cell of honeybee drone? الدرون هو كمان N، فطبعا هتبقى 16
زيها بالظبط عشان هما الاثنين ان زي بعض. On muscle contraction that charge in the external surface. طالما في حالة contraction يبقى ال external surface هيبقى negative وال internal surface هيبقى positive. يبقى في الحالة دي negative positive اختيار number A. يبقى ال external surface هيبقى negative وال internal هيبقى positive. question اللي بعده ظريف قوي، يعني جايب لك ايه؟ جايب حاجة اسمها برو انسولين. يعني ايه كلمة برو لما بضيفها؟ البرو ده المادة اللي هتتكون منها انسولين، يعني المواد الخام اللي هتعمل انسولين. if you know that insulin molecule consists of two polypeptide chains، chain A اللي هي فيها 21 amino acid اللي هي دي، و chain B اللي هي فيها 30 amino acids. this chain bind together by two disulfide bonds، بيرتبطوا مع بعض ب two disulfide bonds اللي هم هنا. the process of producing insulin hormone occurs in beta cell of pancreas by way of illustrated in the opposite figure. يعني بيتكون بالشكل ده وبتنفصل عنده free chain وبيتبقى two chains دول هم insulin. synthesis of proinsulin. proinsulin ده polypeptide chain، يبقى ده عبارة عن two polypeptide chains. طب البوليبيبتايد تشين بتتكون فين او البروتين بيتكون فين؟ بيتكون في رايبوسوم اللي موجودة في السيتوبلازم، تمام؟ يبقى synthesis of proinsulin. هو مين proinsulin؟ بوليبيبتايد يعني بروتين. طب بروتين بيتكون فين؟ في السيتوبلازم. فين في السيتوبلازم؟ في الرايبوسوم. طب الاجابتين موجودين، اختار سيتوبلازم ولا رايبوسوم؟ لا هي في السيتوبلازم. فين في السيتوبلازم؟ في الرايبوسوم. يبقى رايبوسوم هي اللي ادق، هتبقى الاجابة نمبر سي. question 18، يعني خلاص 17، تمام. question 18 جايب هنا رسمة للفلاور، حاول بس اصغر شوية الجزء ده. جايب رسمة ليه الفلاور اهي، وبيقول لك مين اكس واي ان زد. جايب اكس انثر بيحصل فيها طبعا ميوزس ديفيجن، عشان تكون لي بولين جرين لازم يحصل ميوزس، زين ميتوزس بس لازم يحصل ميوزس ديفيجن. طب تعال نشوف واي. لا واي واضحة جدا ان هي ميوزس، هنا السبور ماذر سيل ادتني 4 سيلز يبقى هي ميوزس. طبعا لو كان جاب السهم ده اكس كنا قلنا عليه مايتوزس، لكن اكس هنا يبقى مايوزس على طول، لان كاتب لك هنا كلمه ايه؟ ها مايكروسبورز. يبقى اكس هنا مايوزس عشان كلمه مايكروسبورز. السبور ماذر سيل اللي موجوده هنا عشان تديني مايكروسبورز لازم يحصل مايوزس، وهنا سبور ماذر سيل مدياني 4 سيلز بيقول لك 3 منهم ديجنريت، يبقى ليه قلت على اكس مايوزس؟ عشان كلمة مايكروسبورز. من سبور ماذر سيل لمايكروسبورز مايوزس، ومن سبور ماذر سيل في الاوفيوم او في الاوفيول معلش لفور سيلز ثلاثة منهم بيتفككوا برضو مايوزس. طيب نيجي لانتقال البولين جرين للاستجما، ده بولينيشن. طيب كون ان هي تديني الشكل النهائي او الشكل ده، وش بعد كده تديني فروت والفروت جواها سيد، ده حصل دبل فيرتلايزيشن. يبقى كده حصل دبل عشان كون سيد، يبقى حصل دبل ايه؟ ها فيرتلايزيشن. يبقى مبدئيا مايوزس بولينيشن دبل فيرتلايزيشن، فتبقى اجابتها نمبر دي. the number of mRNA codons that transcribed from a piece of DNA molecule which contain 12,000 nitrogen bases equally. هنا بدأ من الكبير للصغير. طيب تعالى نفتكر احنا كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول ان الامينو اسيدز هي اصغر عددها، مثلا لو هي 10 يبقى الكودونز على ال mRNA بتبقى 11،
كودونز عشان الستوب كودون يبقى ال mRNA nucleotides 11 by 333، يبقى ال DNA 33 by 2 تطلع 66. حد كده تمام؟ هنا بقى بادئ بالرقم الكبير، فبيقول لك ان ال DNA molecule كذا، انا عايز اجيب نصه عشان هو هيتنسخ من one strand، يبقى ال strand اللي هيتنسخ منه في 6000. طيب الكودون 6000 نيوكليوتايد، كل كودون فيه 3، يبقى هعمل divide 3 تطلع 2000، هعكسها الرقم الكبير اللي هو الدي ان اي. تمام، اعمله الاول divide 2 يطلع لي ام ار ان اي، اهو من هنا لهنا عملت divide 2، عشان اطلع الكودونز هعمل divide 3، يبقى عملت 12000 divide 2 طلعت ال mRNA، divide 3 طلعت الكودونز تطلع 2000 بس، فتطلع طبعا اجابه نمبر A يعني 2000. Which of the following hormones has an effect in all the body cells؟ بيأثر على كل البادي سيلز. قلت مين الهرمونز اللي عندنا بتأثر على all body cells؟ كنت سائلاها في الامتحان اللي قبله. ثيروكسين بيأثر على all body cells، growth hormone بيأثر على all body cells، وانسولين بيأثر على all body cells. يبقى هنا الاختيار بتاعي يبقى الدقيق مين؟ ثيروكسين بيأثر على all body cells بما فيهم السل اللي بتفرزه. فمثلا growth hormone بيأثر على كل all body cells وبيسبب growth of pituitary gland. انسولين بيأثر على all body cells وبيأثر كمان على بيتا سيلز بيدخل لها الجلوكوز عشان تتغذى. تمام، يبقى هو بيأثر على all body cells بما فيهم السيلز اللي بيتفرز منها. ثيروكسين بيأثر على all body cells وبيأثر كمان على الثايرويد جلاند، فالاختيار اللي موجود هنا ثيروكسين. طيب هل جلوكاجون بيأثر على all body cells؟ ده بيأثر على الليفر بس، ده متخصص. جاسترين بيأثر على الاستمك بس. طيب الدوستيرون، هو الدوستيرون بيأثر على الميتابوليزم، فالطبيعي ان هو ممكن يكون من الحاجات اللي بتأثر على اول بادي سيلز، بس هو سبيسيفيك قوي يعني هو متخصص قوي، هو سوري الدوستيرون، سوري انا ما اعرفش ليه قريتها كورتيزون. لو كورتيزون يبقى من الحاجات برضو اللي بتأثر على اول بادي سيلز وممكن نضيفها لده. يبقى الحاجات اللي بتأثر على اول بادي سيلز ثيروكسين، اي حاجه هتاثر يا جماعه على الميتابوليزم عموما هتاثر على الاول بودي سيلز طبعا، اكسبت جلوكاجون مثلا لانه متخصص قوي. ثيروكسين بيأثر على الاول بودي سيلز، عندنا جروث هرمون بيأثر على الاول بودي سيلز، عندنا مثلا انسولين، وكمان كورتيزون. انا اتلخبطت ما بينه وما بين الكورتيزون. لا الدوستيرون ده بيأثر على نيفرونز اوف كيدني، فما بيأثرش على اول بادي سيلز، لكن كورتيزون مثلا بيأثر على اول بادي سيلز، ما فيش ولا سيل ما بيأثرش عليه، لان هو طبعا بيعمل حاجة اسمها ميتابوليزم، وطالما بيأثر على الميتابوليزم يبقى بيأثر على اول بادي سيلز. Question number 21. All the following characteristics are always applied to the identical twins except that. تعال نعمل comparison بسيطة كده ما بين ال identical وما بين ال fraternal twins. هبتدي بال fraternal. Fraternal twins، مش هبتدي بالحاجات العادية اللي احنا عارفينها ان كل واحد ليه sperm وكل واحد ليه أوفا، لا. Fraternal twins always، بتكلم always يعني دايما الكلام ده. Always each one has each own own، مش عارفه بيكتبش ليه own placenta، يبقى دايما كل واحد عنده each own placenta، و each one has each own embryo sac.
يبقى دايما الفراترنال توينز كل واحد عنده بلاسينتا خاص بيه دايما، وكل واحد عنده امبريوساك خاص بيه. طيب نيجي بقى للايدنتيكال. ايدنتيكال موست هاف وان بلاسينتا، معظمهم ليهم وان بلاسينتا، وفي جزء منهم ممكن يبقى كل واحد ليه بلاسينتا، ليه سيبريتد بلاسينتا، بس الموست المعظم ليهم وان بلاسينتا. تمام. الايدنتيكال برضو هلاقي ان most مش الكل have separated embryosac، يعني ممكن اوقات يبقى identical ويبقى كل واحد ليه بلاسينتا خاصة بيه، بس دي حالة شوية قليلة. ممكن يبقى اوقات identical ويبقى ليه نفس الامبريوساك. تمام. وده اللي بيطلع فيه سيامز توانز. يبقى نركز هنا قوي، انا عندي الفراترنال ما يلخبطنيش خالص، الفراترنال كل واحد ليه البلاسينتا الخاصه بيه وكل واحد ليه الامبريوساك الخاص بيه. طب الايدنتيكال، الايدنتيكال معظم الوقت بيبقى ليه وان بلاسينتا، معظم الوقت مش دايما، يبقى اوقات بيبقى في الايدنتيكال كل واحد ليه بلاسينتا خاصه بيه. طيب معظم الوقت كل واحد ليه امبريوساك. طب تعال نشوف مثلا رسمه توضح دوت اكتر. بصوا كده الرسمة دي، التلاتة دول identical twins، يعني هنا one egg مع one sperm يعني ده identical twins، وده برضو identical twins، وده identical twins. تمام كده. ال identical twins الأوليني بيديني two masses وهو أصلا لسه في الفالوبيان تيوب. تمام. whatever يعني، المهم ال identical twins الأوليني ده كل واحد ليه amniocyte خاص بيه وكل واحد ليه placenta خاص بيه، برغم ان هما identical. دي حالة قليلة لان ده الاكتر، الاكتر ان هما ليهم وان بلاسينتا. يبقى في عندي حالتين ليهم وان بلاسينتا وحاله واحده بس هي اللي سيبريتد بلاسينتا، يبقى الاكتر الموست وان بلاسينتا. طب نيجي للامبريوساك، هنا كل واحد ليه امبريوساك خاص بيه، هنا ليه كل واحد ليه امبريوساك خاص بيه، هنا امبريوساك واحد بس، يبقى الاغلب ان كل واحد ليه امبريوساك خاص بيه. تمام. هنا 2 amniotic sacs و 2 placenta. تمام. هنا 2 amniotic sac 1 placenta، هنا 1 amniotic sac 1 placenta، ودي اللي ممكن يبقوا سيامز او يلزقوا في بعض. يبقى ايه الاغلب بالنسبه للايدنتيكال توينز ان هي تبقى 1 placenta؟ ايه الاغلب بالنسبه للايدنتيكال توينز ان كل واحد يبقى في امبريوساك خاص بيه؟ يبقى ايه الاغلب للتوينز عموما ان كل واحد ليه امبريوساك خاص بيه؟ لان كل الفراترنال ليها امبريوساك خاص بيها. تمام كده. يبقى الفراترنال ما يلخبطنيش، كل واحد ليه اتس اون بلاسينتا، كل واحد ليه اتس اون امبريوساك. بالنسبه للايدنتيكال معظمهم ليهم نفس البلاسينتا، وبفرق ما بينهم عن طريق البلاسينتا لان ده المعظم بنسبه كبيره جدا ليهم نفس البلاسينتا، ومعظمهم بنسبه كبيره جدا كل واحد ليه سيبريت امبريوساك. فلما يقول لك هنا اولويز، كل ده اولويز ابلايد اور ايدنتيكال توينز اكسبت، هما من وان سبيرم، اه طبعا لازم يبقوا من وان سبيرم، لازم يبقوا من وان اوفيوم، لازم يحصل ديفيجن للفيرتلايزد اوفيوم، طبيعي ده اكيد كل ده. فاكيد ان هي دي الغلط، وانا فهمتها لكم هي غلط ليه، لانها مش اولويز، هي موستلي دايما، معظم الوقت، معظم الوقت بيبقى لكل واحد فيهم، معلش دي كده ريرلي، معظم الوقت كل واحد فيهم ليه امبريوساك خاص بيه، ونادر لما يبقوا هما الاثنين في نفس الامبريوساك. يبقى دي بريشيو قليله جدا ان هما الاثنين يبقوا في نفس الامبريوساك. ولو رجعنا للرسم هلاقي ان التلتين اهو او المعظم بيبقى كل واحد ليه امبريوساك خاص بيه، والاقل ان هو يبقى ليهم امبريوساك. يعني لو قسمتها على 3 كيسز، 2 من 3 كيسز بيبقى كل واحد ليه امبريوساك، 1 من 3 كيسز بيبقى هما الاثنين في نفس الامبريوساك، فيبقى المعظم كل واحد ليه امبريوساك خاص بيه. فكون يبقى هما الاثنين في نفس الامبريوساك اكيد دي حاله هي الاقل، يبقى طبعا اختيار نمبر دي. السؤال اللي بعده سؤال غبي. What is the average percentage of T cells with respect to white blood cells؟ لما اجي بالنسبه للwhite blood cells، الT cells قد ايه؟ الwhite blood cells نفسها هي التوتال، هي ال 100%. طب الليمفوسايتس
lymphocytes 25% من ال 100. طيب T cells بقى كم؟ T cells بتبقى equal 80% من ال 25%. يعني T cells 80 من ال 25%. يبقى T cells كم من ال white blood cells نفسها؟ أكيد أقل من 20%. ولو حسبناها بدقة أكيد أقل من 25%. ولو حسبناها بدقة هتطلع 20% بالتحديد. تمام؟ يبقى هو هنا عايز التي من التوتل. هو التي 80% من الليمفوسايتس. تمام؟ هو عايز التي من التوتل. طب التي من التوتل أكيد أقل من 25. إيه هنا أقل من 25؟ اللي هي 20% اللي هي إيه؟ ولو حسبناها بدقة هتطلع برضو، نحسبها بدماغنا كده، أنا ما بعرفش الحسابات دي بدماغي، هتطلع 20%. Question number 23. If you know that number of hand rest bone is X, therefore the number of foot ankle هتبقى دي. Rest bone عموما بتبقى 8 و foot ankle بتبقى 7. فلو دي X يبقى أكيد هتبقى X minus 1، فيبقى الإجابة number C، وده سؤال يعتبر سهل. From the opposite figure, which choice in the following table represent the two structures 1 and 2? هو طبعا 1 هو plasmid، أصغر بس السايز شوية. 1 هو البلازميد و 2 هو المين دي ان اي بتاع السل. طيب هل 1 circular and complexed with protein؟ طبعا هو not complexed with protein. طيب هو سيبر تيرن، مفيش تيرن، هو سيركلر بس. اند كومبلكسد، مفيش كومبلكسد ويز بروتين خالص، مفيش هنا اي دي ان اي كومبلكسد ويز بروتين. هنا سيركلر اند نوت كومبلكسد ويز بروتين، لحد كده صح. سيبر تيرن يعني ملفوف، اند نوت كومبلكسد ويز بروتين، كده كده اي دي ان اي لازم يبقى تيرند، فاكيد هو كمان نوت كومبلكسد باي بروتين، فيبقى اكيد الاجابه نمبر سي هي اللي صح. دي سيبر تيرن اند نوت كومبلكسد، هنا مفيش طبعا ترنس خالص، هو سيركولار بس. هنا سيركولار اند كومبلكسد ويز بروتين، طبعا ده مش كومبلكسد ويز بروتين، فطبعا كده الاجابه غلط. تمام. السؤال ده اتكرر مره قبل كده. ويتش فلاور كانت فورم سيد او فروت؟ طبعا هي الميل فلاور اللي هي سي، لان سيد اند فروت بتيجي من الاوفري، هو اصلا ما فيش اوفري. كويستشن نمبر 26. The following table illustrates the codons of different amino acids. Study it, then answer. If you know that the basis arrangement in the segment of DNA strand is the following, give me the segment. So the number of types of tRNA molecules that are required to form polypeptide chain from transcribed mRNA sequence is E. هو أنا عموما هشيل أي سيكونس متكرر. تمام، هنشيل سيكونس، اي سيكونس متكرر هنا علشان نعمل التايبس. طيب علشان نعملها صح احنا هنحدد جزء جزء. بمعنى انا عندي تاك ده اول واحد، هعمل بس كده كلاوز للشكل وابتدي احدد جزء جزء. اول واحد ده تاك، تمام، دوان سي 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 دوان، بعد كده تي تي تي، بعد كده تاك تي تاك، ادي اول واحد اتكرر هشيله، يبقى تاك ده متكرر معايا، يبقى ده هشيله خالص. بعدين بعد تاك تي سي سي اول مره يجي، تي تي ده متكرر معايا، بعدين جي 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 اول مره اشوفه، سي اي سي ما جاش قبل كده، بعدين جي سي جي برضو ما جاش قبل كده. اي تي تي ده هيديني يو ام، خدوا بالكم ده ستوب كودون. تمام، يبقى انا شلت المتكرر ده وشلت المتكرر ده، شلت الاثنين المتكررين. لما اشيل الاثنين المتكررين واحسب عدد تايبس اوف امينو اسيدز هلاقيها كده. سوري معلش، ده لحظه واحده، لو جيت حسبت كده عدد الامينو اسيدز، خد بالكم انا عملت كل حاجه من غير ما ابص اصلا على التيبل، انا شلت الكودونز اللي متكرره، ما هو لما الكودون يتكرر هيكرر نفس الامينو اسيد،
فانا شلت اللي متكرر بس. لما شلت اللي متكرر وطبعا شلت الستوب كودون، وخد بالكوا الستوب كودون دايما هيبقى بدايته على الدي ان اي ايه، لان الستوب كودون بدايته يو، يا اما يو اي يا اما يو جي يا اما ياش. فاول ما تلاقي ايه تفكر هو ستوب كودون ولا لا، دايما تفكر في كده. تمام، مفيش حاجه من دول ستوب كودونز، خاصه لو في ستوب كودون في النص هيوقف برودكشن اوف بروتين، فمفيش حاجه ستوب كودون. نعدهم كده هنلاقيهم 7 1 2 3 4 5 6 7، فهيبقى اجابتها نمبر بي بالتحديد. الكويستشن اللي بعده، compound x in the opposite figure، ده طبعا second line of defense او inflammation. ف compound x ممكن يبقى هستامين، ممكن يبقى interleukins، تبقى صح. طب لا ده ولا ده موجود في الاختيارات، هل هو lymphokines؟ لا ده دي second line cytokine، معلش third line cytokines، third line complements بتشتغل مع الانتيبوديز. هي ممكن تبقى chemokines، لان chemokines بتعمل direct migration للphagocytes للمكان اللي فيه الانفكشن. تمام، فممكن تبقى chemokines، ممكن تبقى ايه كمان، ممكن تبقى هيستامين، ممكن تبقى interleukins، ممكن يبقى حاجه من دول، وممكن تبقى chemokines. The movement of cytoplasm is due to movement of chloroplast، يعني الكلوروبلاست هو اللي بيحرك السيتوبلازم. In the living cell of onion plant، طبعا ده غلط تماما، السيتوبلازم بيتحرك ويحرك مع الكلوروبلاست. احنا عشان السيتوبلازم يعتبر ترانسبيرنت، احنا بنستدل على حركته بحركة الكلوروبلاست. يعني هو بيتحرك بس هو ترانسبيرنت، فانا مش شايفة حركته، فهشوف حركته من خلال حركة الكلوروبلاستس. يبقى السيتوبلازم movement of cytoplasm هي اللي بتعمل movement of chloroplast، مش العكس. يبقى كده الفيرست statement is wrong. While movement of chloroplast is due to movement of cytoplasm، طبعا الكلام ده صح، فهتبقى الفيرست statement is wrong والسكند هتبقى correct. When the ribosome reached the stop codon، اول ما توصل للستوب كودون ان ام ار ان اي، المفروض يحصل سيبريشن للتو سب يونتس، والام ار ان اي والبوليبيبتايد تشين كل حاجه تنفصل. A disturbance occurred which lead to unbinding of releasing factor with the stop codon. ال releasing factor ما ارتبطش بالستوب كودون. ايه اللي ممكن يتكون او ايه اللي ممكن الاقيه؟ complex of ribosome and polypeptide chain، هما الاثنين هيفضلوا مرتبطين ببعض، واتاجت تي ار ان اي، تي ار ان اي هيستنى. تي ار ان اي موجود فين؟ في البي سايت، صح، لان الاي سايت هيبقى فاضي عشان يستقبل الريليزنج فاكتور. لحد دلوقتي الجمله دي دقيقه 100%، ما فيهاش اي حاجه غلط. لا ده انا اكيد كده، نشيلها خالص كده. لحد دلوقتي الجمله دي دقيقه، نشوف اللي بعد كده. A complex of ribosome containing polypeptide chain، لحد كده تمام. انت في ام ار ان اي، مين اللي هيفصل الام ار ان اي؟ لازم الريليزنج فاكتور هو اللي يفصله، فدي غلط، مش حاجه هتبقى فري. complex of ribosome free polypeptide، مين اللي هيفصل الفري polypeptide؟ هي ما ارتبطتش بالreleasing factor، هي لما ترتبط بالreleasing factor كان اخر تي ار ان اي موجود في البي، اول ما ترتبط بالreleasing factor كل ده يفك، فالكلام كده ايه صح. تو ribosomal subunit، هل انفصلوا تو ribosomal؟ لا طبعا، وتي ار ان اي وpolypeptide يعني انفصلوا كلهم مع بعض؟ لا مستحيل، هيستنى complex زي ما هو، والتي ار ان اي هيستنى موجود في البي، لان الاي كان هيبقى مستعد ان هو يستقبل ال releasing factor. The lateral conjugation is not considered in a sexual reproduction although it is occurred by one individual. ليه انا بعتبره sexual بالرغم ان هو one individual due to meiosis division، عشان بيحصل فيه meiosis division. طب هل نتيجة increase number of chromosomes، ما تقليش ان هو ده السبب اللي يخلينا اقول عليه sexual. occurred in unsuitable conditions، برضو مش هو ده سبب اللي بيخليني اقول عليه sexual. occurs through the fashion fusion of gamete، هو اصلا مش fusion of gamete، هو fusion of somatic cell، فالمعلومة غلط، فهتبقى الاجابة الصح، لان هو بيعتمد على meiosis division او zygote بيحصل فيه meiosis division. لو انا هجاوب ده accurate، اصلا انا عندي فيه asexual بيعتمد على meiosis زي asparagony مثلا، اسبروجني ان بلوبيديم السبور بتتكون بالميوزس، ففي اسكشوال بيعتمد على الميوزس. لو انا هجاوب الاجابه دي صح، ديو تو فورميشن اوف زايجوت، عشان هيتكون زايجوت. تمام، دي الاجابه الدقيقه قوي، لان في اسكشوال ريبرودكشن بيعتمد على على الميوزس زي اسبروجني ان بلوبيديم السبورز بتتكون بالميوزس. تمام، اللي هو سبوروفايت السبورز هنا بتتكون بالميوزس، فهو اوريدي اسكشوال وبيعتمد على ميوزس ديفيجن،
فممكن الاسكشوال يعتمد على ميوزس. طيب الاجابه الدقيقه قوي هنا، طبعا هي دي ادق حاجه موجوده، تمام؟ الاجابه الدقيقه كانت تبقى قوي ايه لو انا عايزه اكتبها وتبقى صح 100%، due to formation of zygote، عشان اتكون حاجه اسمها due to formation of zygote. عشان اتكون زايجوت فاكيد ده هيبقى sexual reproduction، تمام؟ يبقى due to formation of zygote by fusion of two somatic cells. مش by fusion of gametes two somatic بس هيتكون زايجوت. الزايجوت بعد كده هيتقسم بالميوزس. مش كل sexual reproduction، كل طبعا sexual reproduction بيبقى فيه ميوزس ما فيش مشكله، بس معنى مش معنى كده ان asexual reproduction ممكن ما يبقاش فيه ميوزس. وقلت لكم الاكزامبل، تمام؟ وبرضو اوقات السكشوال ريبرودكشن ما بيعتمدش على الميوزس، بتبقى فورميشن اوف جاميتس باي ميتوزس. فالديفيجنز مختلفه، في كيسز، في سبيشال كيسز، لكن الاكيد عشان اقول عليه سكشوال اللي هو فورميشن اوف ذا زايجوت. يبقى دي الاجابه الاكيوريت 100%. ليه انا قلت على لاترال كونجيجيشن سكشوال؟ عشان يتكون في زايجوت، مش عشان في ميوزس، لان في اسكشوال ريبرودكشن بيعتمد على الميوزس زي سبوروجوني ان سبوروفايت، السبورز بتتكون بالميوزس. وفي سكشوال ريبرودكشن بيعتمد على ميتوزس زي فورميشن اوف جاميتس ان جاميتوفايت، بتبقى بالميتوزس، تمام؟ ف اوريدي ده موجود وده موجود، فالاجابه الادق هنا هي due to formation of zygote. Question number 31. Which of the following statements is wrong about bone marrow? Number A. It exists inside flat bones. طبعا bone marrow موجود inside flat bones. It prevents the exit of most lymphocytes till their maturation. مين هي lymphocytes الأول؟ اللي هي طبعا ال B وال T وال natural killer. دي أنا بسميها lymphocytes. هل هي بتمنع معظم الليمفوسايتس ان هي تخرج من غير ما يحصل لها ماتوريشن؟ اولا بي بيحصل لها ماتوريشن جوه البون مارو، وناتشرال كيلر بيحصل لها ماتوريشن جوه البون مارو، وتي بتخرج وهي نوت ماتورد. طب تي كام بيرسنت؟ 80%. ده معنى كده ان البون مارو allow most of lymphocytes allow most of lymphocytes to exit without maturation. يبقى طبعا إجابة نمبر B دي هي الغلط. يبقى lymphocytes اللي هي ال B وال T وال natural killer، B وال T بيحصل لهم maturation inside the bone marrow، لكن T بيحصل لها maturation برا البون مارو. طب هي T ratio بتاعتها كام من lymphocytes؟ 80%. يبقى هو بيسمح ل 80% ان هي تخرج من غير ماتوريشن، يعني هو بيسمح لمعظم الليمفوسايتس ان هي تخرج من غير ماتوريشن. يبقى دي هتبقى غلط، وهو هنا كاتب مين هنا رونج، فطبعا دي هتبقى رونج. It contains mature and immature cells. طبعا لان هو بيبقى فيه stem lymphoid cells. stem lymphoid cells يعني cells not specialized أو not differentiated، وبيحصل لها differentiation وبيحصل لها maturation inside the bone marrow. فهو في mature and immature لأن هو اللي بيكون cells دي. It is considered the main lymphoid organ of the body. طبعا هو أهم lymphoid organ. المعلومة احنا ما خدناهاش بس أنا بقولها. ليه هو اهم lymphoid organ؟ لان هو form white blood cells، هو اللي بيكون اساسا السيلز اللي بتعمل immunity، فهو اهم lymphoid organ. If helicase enzyme are disappeared from somatic cell of a baby، لو ما فيش helicase enzyme هيحصل stop replication، لان helicase بيشارك في replication. طيب لو شال هيليكيز وكتب دي ان اي بوليميريز تبقى نفس الاجابه، لو شال هيليكيز وكتب لايجيز هنختار نفس الاجابه. يبقى كده تلات اسئله. لو دي ان اي بوليميريز اختفى من سوماتيك سيلز اوف ذا بيبي، هنا كان بيكلمك في كل السوماتيك سيلز، او لايجيز انزيم اختفى، او هيليكيز انزيم اختفى، اي واحد من التلاته دول يعمل ستوب ريبليكيشن.
معنى كده ان ما يحصلش ديفيجن للسيلز بتاعت البيبي، ما تتقسمش، معنى كده ما يحصلوش جراوينج، معنى كده ان هو يموت. يبقى لو اختفى اي واحد من الثلاثة دول دي ان ايه ريبليكيشن بروسس ويل ستوب، خلاص مفيش ريبليكيشن والبيبي هيحصل له ايه؟ البيبي هيموت. تمام، لان مش هيحصل دوبليكيشن للسيلز او مش هيحصل جراوينج للبيبي. طيب تعال نشوف الاختيارات التانية. ذا دي ان اي مولكيول ويل بي وان ستراند، لا طبعا ده مش هيبقى كده، هو اصلا تو ستراندز في كل سيلز، السيلز دي اختفى منها خلاص اي واحد من الانزيمز دول مش هيحصل له ريبليكيشن. ار ان اي مولكيول ويل تيك اوفر ذا فانكشن اوف دي ان اي مولكيول، الار ان اي هياخد وظيفه الدي ان اي، برضو لا. ذا دي ان اي دامج ويل نوت بي ريبير، امتى اجاوب الاجابه دي؟ لو قال لك لايجيز انزيم disappeared from a cell، من سل واحدة تمام، لكن مش من كل السلز، لو من كل السلز يبقى الدي ان ايه مش هيتقسم. لو من سل واحدة عندي اجابتين، اقول ان السل دي مش هيحصل فيها دي ان ايه ريبليكيشن، وبرده لو الاجابة دي هتبقى صح. يبقى لو قال لك لايجيز انزيم disappeared from a cell ممكن اقول كده ذا دي ان اي دامج ويل نوت بي ريبيرد، وممكن اقول برضو ستوب دي ان اي ريبليكيشن ان ذا cell. الاجابتين في الحاله دي هيبقوا صح. نيجي للسؤال دوت، وهو بصراحه سؤال غبي شويه، بس تعالوا افكر فيه زي ما انتوا هتفكروا فيه. هنا بيقول لك the opposite table illustrates possibility of the occurrence of conjugation with more than one probability of three filaments x y and z يعتبر filament السبيرو جايرا algae. وبيقول لك which choice in the following table could represent the number of cells in three filaments. x مع x عمل lateral conjugation اداني four zygospores، يبقى x في كام cell؟ دايما خلوها ثابته كده، يا 8 اور 9. اشمعنى؟ لو عمل lateral conjugation وهو فيه 8 cells هيدوني 4 zygospores، طب لو فيه 9 برضو هيدي 4 zygospores. ليه؟ لان في واحده زياده هتستنى. تمام كده، فيا اما 8 يا اما 9. نبتدي دايما يا جماعة باللاترال كونجيجيشن عشان نفهمها. طيب جه قالك ان x مع y عمل سكالري فورم كونجيجيشن واداني 9، اكيد x دي 9 عشان تعمل سكالري فورم فتدي 9، اكيد هي 9. واكيد y يا اما 9 يا اما اكتر من 9، بس هي يا 9 يا اكتر من 9، بس احنا كده اتأكدنا ان x 9. تمام، فانا عندي اختيار b واختيار c. طيب قلت هنا في السكالري فورم كونجيجيشن يا اما تبقى واي 9 يا اما اكتر من 9، هنشوف لما نشوف ناخد اللي بعدها. زد مع زد باللاترال كونجيجيشن عملت لي 6، هنا يا اما هي 12 يا اما 13، حاجه من الاثنين، لسه هنشوف هتطلع معنا ايه. يا اما تبقى 12 يا اما 13، ما تنفعش معايا تبقى مثلا اي حاجة تانية غير دول لانها ادتني 6. طيب دي بقى اللي هتحسم الموضوع، y مع z، طبعا هنا انا قلت y اكتر من 9. تمام، y مع z عملت لي 11 scalary form، y مع z عملت 11، واحنا قايلين ان z ممكن تبقى يا 12 يا 13. تمام، و n y اكتر من 9 يبقى y اكيد 11. تمام، تعالى نعيد تاني اللي احنا قلناه. هنا lateral conjugation ادتني 4 cells يا اما 8 يا اما 9، ما بقتش متأكدة هو كام. لما جيت هنا لقيت x عمل 9 scalary form يبقى اكيد هو 9، خلاص اتأكدت ان x هو 9، فاتقفلت الاجابة معايا b او c. زد مع زد عملوا 6 lateral conjugation، زد ده يا اما 12 يا اما 13، ما عنديش حالتين، يبقى زد يا اما 12 يا اما 13.
عموما اهي الاجابه طلعت معايا على طول اللي هي نمبر سي، ما هو يا اما 12 يا 13، مفيش اجابه تانية، ما ينفعش اي حاجه تانية يعني. فاتحصلت معايا ان هي 13، لا ده برضو لسه بي معايا 12، تمام. لسه دلوقتي احنا ما بين بي وسي برضو. طيب واي مع زد عملت سكالري فورم كونجكيشن. زد احنا قايلين عليها ان هي يا اما 12 يا اما 13. طيب هي 12 يا 13 مع واي عملوا 11، يبقى واي دي اكيد 11 فيلمنتس، فتبقى كده اجابتها نمبر سي. طبعا هو سؤال غبي وصعب يعني، مش بسهوله ان احنا نجيبه، بس عموما خليكم فاكرين كده كويس. lateral conjugation اداني 4 زيجوس بورز، يبقى الفيلمنت يا اما 8 يا اما 9، يعني يا اما 8 بالظبط اداني 4، يا اما في واحده استنت زياده ما عرفتش تعمل lateral conjugation. طب زد مع زد اداني lateral conjugation وهنا 6، يا اما 12 يا اما 13، تمام. يبقى زد دي يا 12 يا 13. طب هي مع واي عملت سكالري فورم كونجكيشن كونت 11، اكيد اقل حاجه واي تبقى 11، تمام. يبقى احنا عرفنا اتاكدنا ان اكس 9 مش 8 من الخطوه دي، ان اكس مع واي ادتني 9، تمام. فاكيد اكس هتبقى 9 مش 8، عشان تدي 9 سكالري فورم اقل حاجه يبقى فيها 9. طيب واي اللي احنا ما كناش عارفين هي كام، هي اكتر من 9 وخلاص. طيب بالسكالري فورم كونجكيشن ادتني 11، يبقى هي اكيد يا اما 11 اور مور، ما ينفعش تبقى اقل من 11، يبقى يا اما 11 يا اما اور مور، فتبقى الاجابه الصح معايا هتبقى نمبر سي. بس هو سؤال رزل بصراحه. which of the following enters mainly in structure of the cell wall of cactus plant epidermis. كاكتوس بلانت ابيدرمس سيل وول ذا مين ستراكشر از سيلولوز. سيلولوز هو ذا ستراكشر اوف سيل وول اوف اني بلانت. طيب هي ما ينفعش سيلولوز اند كيوتين، يعني مش ده من المين ستراكشر اوف كاكتوس بلانت. هي كيوتين تعتبر طبقه او لير موجوده على الاوتر سيرفيس، يعني لو بصيتوا على الرسمه اللي تحت دي ده شكل الابيدرمس واكس دي هي كيوتين. كيوتين موجودة على السيرفس الخارجي بس. طب هو فين السيل وول؟ السيل وول بيحيط بالسيل من كل ناحية كده كلها، تمام. فهنا على الأوتر بس في كيوتين. طب السيل وول نفسه، أي سيل وول consists of cells. طيب وكيوتين موجود فوق هنا، مش هو main structure of the cell wall. It is a layer covers the epidermis. دي layer بتغطي الإبيدرمس، تمام. طيب فين السيل وول؟ بيلف السيل من كل اتجاه كده، السيل من كل اتجاه متحوطه بالسيل وول اهي، تمام. فمن ضمن الكومبوننت اللي بتكون السيل هنا هتبقى سيلولوز. طيب هي سيلولوز اند كيوتين تعتبر غلط 100%؟ انا شايفه ان هي مش غلط، مش شايفه ان هي غلط، بس يعني ادق سيلولوز اونلي، لان سيلولوز بيدخل في تركيب السيل وول اس توتال من كل الاتجاهات، بمعنى ان السيل دي هنا الجزء ده امبرميبل بيمنع ايفابوريشن اوف ووتر، لكن الووتر بتدخل للسيلز من الجزء اللي تحت ده ومن جنبه ومن اي حته تانية. يبقى هي من كل ناحيه متحوطه بالسيلولوز ومن جنب واحد بس اللي هو الاوتر عليها كيوتين. يبقى مينلي المين ستراكشر اوف اي سيل وول في اي اجابه هو سيلولوز. يبقى the main structure of cell wall is cellulose، تمام. هو ده main structure of cell wall. طيب بالنسبة للكيوتين ده بيبقى deposition على ال outer layer of the epidermis، بيبقى مجرد deposition فوق، تمام. طب السيل وول التركيب الأساسي بتاعه ايه؟ cellulose. في أي plant يا جماعة، في أي مكان في البلانت cell wall consists of cellulose، أو it is mainly consists of cellulose. يبقى اي سيل وول consists of cellulose. طب اي addition ده بيبقى deposition او حاجة زيادة فوق السيل وول، تمام. From the opposite figure part x in the plant اللي هو طبعا cutin plays an important role in all the following except. في physiological support ليه دور لانه بيمنع evaporation of water. في structural immunity بيمنع طبعا
accumulation of water in the surface of the plant. فبتبقى environment suitable for growing bacteria and the reproduction of spores of fungi بتبقى not available. تمام، ليه دور في structural support لأن deposition substance، لكن ملوش دور طبعا في biochemical immunity. Which of the following hormones are present in drugs that are used by women to increase the chance of pregnancy؟ هي مش عايزة تعمل stop للpregnancy، مش عايزة تعمل contraceptive، هي عايزة تزود الفيرتيليتي. هل تزود الفيرتيليتي بهرمونز زي استروجين وبروجسترون مثلا؟ لا طبعا، استروجين وبروجسترون لو اخذتهم دي بتعمل stop للovulation او بتعمل stop للمنسترال سايكل، فبالتالي بتوقف البريجنانسي. لكن لو عايزة تزود chance of pregnancy بتاخد دراجز فيها FSH و LH، لكن مش استروجين وبروجسترون، دول موجودين في استراكشر اوف بيلز اللي هي بتمنع اساسا البريجنانسي، والمعلومه واضحه جدا في السكول بوك. السؤال ده جه 2017 وكان اول مره يجي بالشكل ده، وكان نزل في سنتها في الامتحان التجريبي وجه منه، يعني كان متجاوب، يعني سؤال كان جه نزل في الامتحان التجريبي وجه في الامتحان، فبالنسبة لنا ما كانش صعب طالما نزل وتشاف السؤال فما يعتبرش صعب. Two parts of DNA strands of equal length were put into test tubes. يبقى هنا في DNA وفي هنا DNA. وانضاف على الاثنين enzymes. هنا انضاف enzyme 1 وهنا enzyme 2. نتيجة enzyme 1 separated nucleotide، يبقى هو فكك DNA. يبقى ده مبدئيا deoxyribonucleic. طب وده single parts of DNA whose length 4 nucleotides، اديني اجزاء single طول كل واحدة 4 nucleotides. رقم 4 بالتحديد ده يعرفني ان هنا اتقطعت عند اماكن محددة، ما اتقطعتش قطع كده random، لا ده في اماكن محددة اتقطعت عندها. عشان يتقطع عند اماكن محددة لازم يكون ده عن طريق restriction enzyme. تعال نشوف الاختيارات. Deoxyribonuclease and helicase، لو كان helicase كان قالك two strands of DNA، two strands كاملين. helicase لا طبعا helicase هنا غلط، فالريدي احنا متفقين ان هو deoxyribonuclease في number E اللي هو enzyme 1، فيبقى already الاختيار معايا ما بين A و C، ما عنديش بقى اختيار هنا تاني. طيب يبقى deoxyribonuclease and bacterial restriction enzyme، ليه ما اخترتش helicase؟ لو كان هيليكيز كان قال لك two single strands، ما كانش قال ابدا ان هما هيبقى كل جزء منها four nucleotides. four دي معناها ان هي اتقطعت عند specific sequences اللي هي recognition site. طيب اخر اختيار bacterial restriction enzyme، لا bacterial restriction enzyme ما تدينيش separated nucleotide ابدا، هي تدي pieces. ال pieces دي تبقى فيها sticky endes، ال sticky endes ممكن تبقى من 4 لحد 7 nucleotides. وبرضو دي deoxyribonuclease ما يدينيش single parts كل جزء 4 nucleotides، ده بيدي ده بيفكك حتى النيوكليوتايد نفسها، الفوسفيت جروب وشوجر اند نيتروجين بيس كل حاجة لوحدها. All the following lead to the variation of genetic characters of an individual except، ايه اللي ممكن يسبب variation او تنوع؟ difference in the nucleotide sequence from a gene to another، ان يبقى في اختلاف في الجينز في nucleotide sequence of genes، يبقى عنده genes كتير، يبقى عنده صفات كتير، يبقى عنده variation طبعا. presence of hundreds of genes on one chromosome، لو في عنده جينات كتير، نفس الفكرة بتاعت اللي قبله، كل ما كان في جين كتير كل ما كان في صفات كتير كل ما كان في تنوع. that each gene has a code for a certain protein، كل جين بيديني بروتين مختلف عن التاني، طبعا ده يدي تنوع، يدي انواع كتيره. that the gene is responsible for appearing all the genetic character، لو جين واحد مسؤول ان هو يظهر كل الجيناتك كاركترز، هل ده يعمل variation؟ لا طبعا ما يعملش variation. اللي يعمل variation ويعمل تنوع ان الكائن ده يبقى بينتج انواع كتيرة من البروتين. تمام،
انواع كتيره من البروتين، بمعنى ان كل جين مسؤول عن بروتين معين. ففي جين بينتج بروتين اللي هو لون العين مثلا البني، وجين بينتج بروتين اللي هو لون العين الزرقاء. فتنوع الجينات ينوع الصفات وينوع انواع البروتين، تمام. لكن لو جين واحد مسؤول عن ظهور كل الصفات، يبقى طبعا هتبقى اصلا مفيش حاجه اسمها كده، وفي نفس الوقت ده ما يعملش variation between living organisms. Which of the following graphs represent severity of malaria disease symptoms in human during the days of infection؟ يعني بيقول لك قوة ال symptoms أو ظهور ال symptoms. احنا عارفين ان ال symptoms بتزيد كل 2 days، يعني بتزيد وتقل، يبقى هي بتزيد مع days، تفضل ال symptoms دايما تزيد، ولا هي بتقل، ولا هي بتزيد وتثبت وتزيد تاني؟ والله يعني ده مش غلط عموما، ما هو ما قالش هنا التايم مش محدد 1 ولا 2 ولا 3، بس ده هيبقى لوجيك اكتر. ايه اللوجيك اكتر؟ ان هي يعني مش هتفضل تطلع برضو على طول، يعني مش هتزيد الا ما شاء الله، هنا اكيد هتقل بعد كده، اكيد لازم مصيرها ان سيمتومز تقل، تمام، ان هي تزيد كل 2 دايز وتقل، تزيد وتقل، وفي الاخر برضو تقل. يبقى بوظ الرسمه دي ان هو هنا جايبها هنا هتفضل تزيد دايما، تمام، لكن دي طبعا ادق، ان هي كل 2 دايز بتزيد قوه الاعراض في الملاريا ديزيز. Which of the following means act on killing pathogen itself؟ ايه هنا بيموت الباثوجين نفسه؟ هايبر سنسيتيفيتي، هايبر سنسيتيفيتي اوريدي البلانت بيقتل التيشو اللي فيه الباثوجين، تمام، فبيتخلص من التيشو بالباثوجين اللي جواه. تايلوسس، تايلوسس بتعمل بلوك لحركه الباثوجين لكن ما بتقتلوش. جلايكوسايدز ار توكسيك سبستانسز تو كيل باثوجين اند ستوب اتس ريبرودكشن، فطبعا جلايكوسايدز واضحه جدا ان هي بتموت الباثوجين. طيب ديتوكسيفاينج انزيمز، لا ديتوكسيفاينج انزيمز بتحول التوكسيك اللي نتج من الباثوجين لماده نون توكسيك، فما بتتعاملش مع الباثوجين نفسه. In one of the scientific experiment a bacterial cell was put in nutritive medium containing radioactive thymine and was left to reproduce for one time. برضو نشوف الشكل ده، لو رسمنا الدي ان ايه قبل ما يعمل ديفيجن خالص، ادي الدي ان ايه اللي هو 2 ستراندز، ادي 1 ستراند، وادي التي، يبقى كده الدي ان ايه من غير ما يعمل اي ديفيجن. طب هو هيعمل ديفيجن لوان تايم، هيبتدي يتفك بالمنظر ده، تمام، كل واحده لوحدها، وبيعمل ديفيجن دلوقتي في وسط راديو اكتف، فالكومبلمنتري ليه هيبقى راديو اكتف، تمام. طيب ده هيروح جوه سل، يبقى ده هيبقى جوه سل، وده هيبقى جوه سل، يعني مبدئيا هتتكون عندي 2 سيلز، وده في الاساس كانت 1 سيل اتقسمت بالباينري فيجن، يبقى ده 1 سيل، وادتني هنا اتقسمت ل 2 سيلز، تمام كده. طيب تعال نشوف السؤال عايز ايه. هو هنا حصل له البكتيريا اتحطت في ميديم في راديو اكتيف ثايمين اند ووز ليفت تو ريبروديوس فور وان تايم، هل 1 cells of the 2 daughter cell will contain DNA with radioactive thymine؟ احنا خدنا كده اهو ال 2 cells هيبقى فيها radioactive thymine، تمام، ما قالكش المولكيول، هو DNA فيه radioactive thymine، اه ال DNA ده فيه radioactive وال DNA ده فيه radioactive، فطبعا كده الكلام غلط. The 2 daughter cell contain DNA with radioactive thymine، لحد كده ده صح، احنا اهو شوفوا الشكل كده، الـ2 daughter cells فيهم DNA والDNA ده فيه radioactive thymine، ده مش غلط، بس تعال نشوف الإجابة التانية أدق. The 2 daughter cells contain DNA mixture of radioactive and normal thymine، تعال بص كده،
ده فيه راديو اكتيف ونورمال، وده برضو راديو اكتيف ونورمال، يبقى هو ميكستشر ما بين راديو اكتيف اند نورمال، فتبقى دي ادق اجابه. The bacterial cell can't divide due to the absence of radioactive adenine. لا ما فيش كده، ممكن radioactive thymine يعمل base pairing مع radioactive مع الأدينين العادي، فطبعا دي هتبقى الإجابة الصح. Which of the following is not accompanied with injecting a person with adrenaline hormone؟ إيه هنا مش من ضمن وظائف الأدرينالين؟ ده من الإخ يعني حاجة هنا مش من ضمن الإفكت بتاع الأدرينالين. Increase of ATP production، طبعا هو بيزود oxidation of glucose، تمام، الأدرينالين بيزود كمية الأكسجين اللي واصلة للمسلز أو اللي واصلة للتيشوز، تمام، عشان تنتج energy، فهو بيزود production of energy، فبيزود production of ATP. The delay of glycogen polymerization، يعني تكوين الجلايكوجين يقل طبعا، لان الجلايكوجين بيتفكك وبيتحول لجلوكوز، فده من effect of adrenaline. The increase of neuromuscular stimulation، طبعا الماسلز بيحصل لها stimulation وقت الادرينالين ما بيتفرز، وقت بيحصل contraction للماسل. Inhibition of glucose oxidation، طبعا لا، oxidation of glucose بيزيد عشان يدي energy، لان الاكسجين بيوصل بكميات كبيرة. لو جينا قلنا ادرينالين بيعمل ايه، ادرينالين بيعمل increase للبلاد بريشر، تمام، بيزود البلاد بريشر، وبيزود decomposing of glycogen in liver لجلوكوز، وبيزود الهارت بيتس، تمام. طيب بقى في جلوكوز كتير في البلاد وزادت الهارت بيتس، لما تزيد الهارت بيتس تزيد respiration time، يعني اتنفس بسرعه، فكميه الاكسجين اللي توصل للماسلز تبقى كبيره، يبقى هنا بيغذي او بيوصل للمسل ديماند اكسجين، الاكسجين اللي عايزاه عشان تعمل اوكسيديشن للجلوكوز، وعلشان تنتج الانرجي اللي هي محتاجاها في وقت الامرجنسي، تمام. يبقى بالترتيب كده، بيرفع البلاد بريشر وبيرفع الهارت بيتس، بيزود الهارت بيتس وبيزود ديكومبوزنج اوف جلايكوجين انتو جلوكوز، يبقى الجلوكوز ليفل في البلاد زاد، تمام، وفي نفس الوقت زاد الهارت بيتس فزادت ريسبيريشن تايم فزاد الاكسجين، فهيزيد oxidation of glucose، فهيزيد production of energy، كل ده اللي مطلوب علشان المسل تعمل contraction في وقت الامرجنسيز، علشان خاطر تقدر تهرب من الموقف اللي هي موجودة فيه. لكن طبعا دي هتبقى الإجابة الغلط تماما، أكيد بيزيد glucose oxidation. All the following organisms form a thick wall around the surface of their life cycle except. هو يست ما قلناش ان عندها لايف سايكل، هي بتعمل بادنج، تمام كده، ما قلناش ان فيها كذا فيس ليها، ما جبناش ليها كمان في الانسوتابل كونديشنز بتعمل ايه، فيعني هقول هي صح وهسيبها على جنب واشوف البيت. سبيرو جايرا بيعمل زايجوسبور، تمام، فاوريدي بيعمل ثيك كوت، واميبا بتعمل سيست، بيكتب لي، فاوريدي هي بتعمل برضو ثيكوت. طب بالنسبه للباراميسيوم، باراميسيوم من البروتوزوا زيه زي اميبا، بس باراميسيوم من البروتوزوا اللي بيبقى عندهم او اللي بيبقوا ان يعني بيبقوا هابلويد، وممكن يعمل زايجوسبور في فتره او مرحله من مراحل حياته. دي من البروتوزوا اللي ممكن تعمل كونجيجيشن باراميسيوم. طيب هو ده عندنا في المنهج؟ لا مش عندنا، بس انت هتشك هنا ما بين ييست وما بين باراميسيوم، وانت متاكد ان ييست ما بتعملش حواليها ثيك وول، هي بس بتعمل بادنج، فمخك هيروح لليست اكتر. بس بصراحه السؤال مش علينا، مش علينا ان باراميسيوم بتعمل اساسن سيست او ان هي بتعمل زايجوسبور. يمكن جت في سؤال قبل كده لما اثنين من الباراميسيوم يندمجوا مع بعض يعملوا لي زايجوسبور، ده يعتبر كونجيجيشن، وساعتها قلت لكم ان باراميسيوم من الليفنج اورجانيزمز اللي طبيعتها ان، فهي بتعمل كونجيجيشن وقت الانسوتابل كونديشنز، بس المعلومه مش علينا قوي في المنهج. ممكن اوريكم ليها شكل على النت اهي،
ده شكل conjugation in spiroge in paramecium. paramecium يبقى جسمها اصلا عبارة عن one cell بالشكل ده، بتقرب من بعضها وبتعمل conjugation ده وقت ال unsuitable conditions بس. طبعا المعلومة مش علينا في المنهج خالص، بس عموما اديني قلتها ده من ناحية ان paramecium من ال living organisms اللي بتعمل conjugation، وكان في ال examples بتاعت ال living organisms اللي بتعمل conjugation كان في بروتوزوا. بروتوزوا بتعمل conjugation تمام، و طالما وباراميسيوم دي من ضمن البروتوزوا. طبعا انتوا مستحيل تبقوا فاكرين بروتوزوا اللي انتوا خدتوها في اولى ثانوي اللي هي زي باراميسيوم زي اميبا زي يوجرينا ان دي بروتوزوا، بس يعني اديني بفكركم بيها وبقول لكم ان باراميسيوم ده بيعمل كونجيجيشن فهو بيكون سك كوت. بس ما اعتقدش ان سؤال زي ده يجي في الامتحان، لان مش علينا ان باراميسيوم بتعمل سك كوت، بس لو جه هتلاقوا نفسكم بتختاروا برضو ييست، لان انتوا عارفين ان ييست بتعمل بادنج بس ما بتعملش ثيك كوت وقت الانسوتابل كونديشنز. نشوف الشكل ده. which part of the opposite graph represent normal muscle contraction؟ نفتكر شكل normal muscle contraction. normal muscle contraction لازم يعلى force of contraction لمرحلة معينة ولازم ترجع تاني لحالة relaxation، يبقى contract then relaxation. طب لو استنت contracted يبقى دي حالة muscle spasm تمام، لو استنت contracted هنا وهنا الجزء ده في حالة relaxation. تعال نعمل comparison ما بين ده وما بين الجزء اللي في الرسمة. اولا هنا حصل ال stimulation، يبقى مرحلة A دي في حالة polarization او في حالة relaxation. هنا حصل contraction ورجعنا تاني للpolarization، يبقى ده normal، يبقى B هي normal. طيب C، لا C still contracted، C في حالة spasm. يبقى لو جه السؤال ده قالك مين هنا حالة spasm هتبقى C، مين حالة polarization أو حالة relaxation A، مين حالة normal contraction B، وصل للcontraction ورجع تاني in a part of the second فهتبقى B only. Which of the following represents the mechanism that helps destroying viruses? Where the antibody bind with the antigen of the virus and stops its main activity? هو ايه main activity of the virus؟ ان هو يعمل replication. طب هيعمل replication فين؟ inside the cell. لو خليته ما يدخلش جوه السل اساسا يبقى انا كده منعته من الactivity. طبعا neutralization هي اهم mechanism للantibody to deal with viruses، يبقى neutralization اهم حاجة بتتعامل مع الفيروس. طب detoxifying؟ لا دي بتتعامل مع التوكسنز اللي ناتجة من living organisms. طيب precipitation دي بتتعامل مع soluble antigen. طب lysis اي antigen عموما، بس لو انا هتكلم عن الفيروس يبقى اهم واحدة هي neutralization. lysis اي انتيجين، مش انتيجين محدد، بتعمل له دي كومبوزنج عن طريق الكومبلمنتس طبعا، فهنا هتبقى الدقيقه طبعا نيوترلايزيشن. The opposite table illustrates the percentage of nitrogen bases in two samples of nucleic acids 1 and 2. تعال نشوف 1. ادينين 35%، جوانين 15%، ثايمين 35%. لوجيك ان ده يبقى 15 تمام، بس بعد ما تعمل ده شوفهم هيبقوا ايكوال 100 ولا لا. 35 plus 35 70 و 15 plus 15 30 يبقى ده 100% تمام. ادينين المفروض ان هو يبقى قد ثايمين، المفروض ان هو قد ثايمين، فالمفروض ان هو يبقى 15% تمام، ده المفروض. بس تعال احسبه كده، 40 plus 40 80 و 15 95 وكمان 15 بقت 110، مفيش حاجة اسمها كده، فأنا لازم التوتال بتاعي يبقى 100 بس. فطبعا 40 و 40 هنا 80 و 15 95 يبقى يتبقى ده 5% بس، مش قد بعض لأي سبب بقى من الأسباب تمام، لأن ده بيقولك ان هي سامبل، فطبعا هتبقى الأولانية 15 لكن التانية 5% بس. ودايما مش ناخد بقى ان الأدينين قد الثايمين وخلاص، نحسب التوتال بتاعنا 100% ولا اكتر، لو اكتر يبقى نركز بقى ونشوف هو كام بالظبط، ممكن ما يبقاش قد الثايمين بالفعل. Scientific researchers had discovered two chemical substances X and Y
Where substance X prevents secretion of FSH when bending with the membrane of the secretory cells of the pituitary gland. يبقى X بتوقف إنتاج ال FSH. Y prevent the secretion of LH. يبقى عندي X بتوقف ال FSH و Y بتعمل prevent لل LH. Based in your study, which of them could be used by the husband as a contraceptive method? مين فيه ممكن استخدمه ككونتراسبتيف؟ اللي هستخدمه ككونتراسبتيف اللي بيساعد على تكوين السبرمز. مين هنا بيساعد على تكوين السبرمز؟ FSH. يبقى لو انا استخدمت X فوقفت FSH فوقفت spermatogenesis او formation of spermas يبقى X only. طيب ليه مش X and Y؟ هو Y بيقلل بيعمل interstitial cells و interstitial cells بتنتج testosterone هرمون and androsterone هرمون ودول ما بيأثروش على الفيرتيليتي. اللي يأثر على الفيرتيليتي هو absence of spermas. يبقى انا هستخدم X only. تمام؟ هستخدم X only علشان امنع تكوين السبرمز. يبقى كده هو بقى infertile. Which of the following statement is correct about the MU enzyme of saliva? Saliva اساسا فيها enzymes والenzymes دايما بتعمل hydrolyzing او بتعمل decomposing. يبقى اي enzyme بيعمل decomposing. طيب activate the complementus. ملهاش دعوة saliva بالcomplementus خالص. Hydrolyzing enzyme for the bacterial nucleic acid يعني بتفكك الـ DNA. هي already enzymes بس مش عارفة هي بتفكك ايه. فابتدي افكر هي ممكن تفكك الـ DNA ولا تفكك الـ cell wall. لو تفتكروا ان السلايفا كانت بتعمل decomposing للكربوهيدرات عموما والسيل وول سيليولوز وسيليولوز ده من الكربوهيدرات يبقى اكيد هي بتفكك البكتيريال سيل وول. تمام مش هتفكك النيوكليك اسيد. طب ليه برضو ايه الريفرنس اللي عندي في المنهج؟ ما هو كون ان هي بتفكك الكربوهيدرات دي احنا خدناها من السنه اللي فاتت. حتى ما خدناش ان هي بتفكك السليولوز او بتفكك الكيوتين والمعلش الكايتين والمادتين دول هما اللي موجودين في السيل وول اوف بكتيريا. احنا كنا واخدين السنه اللي فاتت ان السلايفا دي بالتحديد بتعمل دايجستشن للستارش والستارش نوع من الكربوهيدرات. طب ايه اللي عندي في المنهج يقول لي ان هي مش بتفكك النيوكليك اسيد؟ لان اللي بيفكك النيوكليك اسيد دي اوكسي ريبونيوكليز انزيمز ودي اوكسي ريبونيوكليز مش من ضمن مكونات السلايفا. يبقى هنا الادق ان هي بتفكك بكتيريال سيل وول. طب وايه اللي عرفني ان دي اوكسي ريبونيوكليز مش من ضمن مكونات السلايفا؟ احنا خدنا مكونات السلايفا السنه اللي فاتت. مكونات السلايفا عباره عن ميوكس ودي ماده بتعمل سوفتن للفود او بتخلي الفود سوفت. يعني لو اكلين حاجه زي شيبسي وهو ناشف بتخليه سوفت او عيش ناشف بتخليه سوفت في ثواني. وفيها انزيم اسمه اميليز. دول الحاجتين اللي موجودين في السلايفا. اميليز ده كان بيعمل ديكومبوزنج الستارش انتو دايساكرايد والستارش نوع من الكربوهيدرات. يعني السلايفا ممكن تبقى عندها افكت على الكربوهيدرات وعموما بيبقى سيل وول كونسيستس اوف كربوهيدرات اللي هي زي سليولوز. تمام فهتبقى دي الاجابه الادق ان هي بتفكك بكتيريال سيل وول وده اللي المفروض دماغنا تروح ليها. لان النيوكليك اسيد علشان يتفكك محتاج دي اوكسي ريبو نيوكليز. ما قلناش قبل كده خالص ان السلايفا فيها دي اوكسي ريبو نيوكليز او المعلومه دي مش موجوده اساسا. فطبعا دي هي الادق. طبعا المعاصر بيعتمد على ان انت شفت امتحان سابق. يعني في امتحان قبل كده كان جايب البكتيريا سيل وول بتتفكك واخترنا لها سلايفا عشان سلايفا بتعمل ديكومبوزنج. فهو بيعتمد على خبرتك في الامتحان السابق ان هو اداك معلومه في شكل صوره بتبين ان السلايفا بتفكك سيل وول اوف بكتيريا. مش فاكره المعلومه دي كانت في اكزام كام كنت فتحتها لكم. تمام وجه بعد كده سالك هي ممكن سلايفا تفكك ايه. يعني بيعتمد على معلومه زي فكره الباراميسيوم برضو اللي لسه شارحينها من شويه. كان جايب في سؤال ان ده الباراميسيوم وان هو بيعمل كونجيجيشن فيبقى هو هابلويد. فاداك ان الباراميسيوم بيعمل كونجيجيشن في سؤال ورجع سالك عليه بعد كده تاني.
يعني هو بيقول لك خد خبرات من الأسئلة اللي قدامك، خد خبرة من الأسئلة وخد معلومة من السؤال ده تفيدك في السؤال اللي بعده وتفيدك بإذن الله في الامتحان. The human hormones that are produced by genetic engineering. الهرمونز زي انسولين اللي احنا بنجيبه بالجيناتيك انجينيرينج، اللي احنا خلينا البكتيريا تنتج لي انسولين. هل هو poor quality؟ لا طبعا الكواليتي بتاعته عالية. As they are formed by bacteria؟ لا ده هو زي الهيومن انسولين بالظبط. High quality طبعا are as they are identical to natural human hormone، هو identical للهيومن هرمون و same effect، الكلام ده صح 100%. Are poor effect comparing with chemically prepared hormone؟ لا طبعا هو افضل من انا اصنعه chemically. Are identical to hormones زي اللي باخدها من الكاتلز؟ لا هو identical للهرمون اللي بيجي من الهيومن. TH cells بتعمل activate ليه؟ طبعا بتactive البي cells، خلاص الإجابة صريحة واضحة. هل هي بتactive complements؟ هي بتأكتف كومبلمنتس، لما تأكتف البي والبي تنتج انتي بوديز فالانتي بوديز تأكتف الكومبلمنتس. اللي بيأكتف الكومبلمنتس هو كونكتنج او بندنج انتي بودي وذ انتيجن، دي غلط كده، وذ انتيجن. اللي بيأكتف الكومبلمنتس هو بيندنج انتيبادي وذ انتيجن. امتى الكومبلمنتس تتأكتف؟ لو حصل بيندنج ما بين الانتيبادي وانتيجن، تيجي الكومبلمنتس تعمل لايسنج، او حصل بيندنج ما بين الانتيبادي والانتيجن ده كان توكسيك، الكومبلمنتس بتشارك بس في لايسنج وانتي توكسيك. تمام، يبقى لما الانتيبادي بيتحد مع انتيجين بيأكتف الكومبلمنتس عشان تيجي تعمل لايسنج للممبرين اوف بكتيريا، ولما بتتحد مع توكسيك سبستانس برضو بتتأكتف. طب هل في علاقة للتي هيلبر؟ اه، ما التي هيلبر بتأكتف البي والبي بتنتج الانتيبادي، لما الانتيبادي يتحد مع الانتيجين يأكتف الكومبلمنتس. طب الإجابة المباشرة موجودة، يبقى طبعا دي الأدق. Stop the action of T killer cells؟ لا، اللي بتعمل stop the action هي TS، T suppressor، عشان بتنتج lymphokines، عشان بتنتج lymphokines، ودي اللي بتعمل stop the action of T killer. Attract macrophages؟ لا، اللي بتعمل attract للmacrophage هي chemokines، كيمو الفتان، chemokine هو اللي بيعمل attract للmacrophages. نشوف الجراف بيتكلم على ايه الاول. بيقول لك number of sperms و temperature. واضح جدا ان عند 30، عند 30 كان production of sperms قليل، من 30 بيعلى بيعلى، اعلى production للسبرمز كان عند 34 تقريبا او 34، اه اكتر من 34 بتبتدي تقل production of sperms. بيجي يقول لك هنا which of the following statement correct about the opposite figure. في هنا معلومة واضحة وموجودة عندنا في المنهج، إن presence of testes in scrotum increases spermatogenesis. والله حتى لو الجراف مش موجود هي دي الإجابة الصح، حتى لو الجراف مش موجود، وجود التستس في السكورتم بيزود السبرماتوجينيسيس لأنها cooler than the body. تمام، sperms number always increase by decreasing temperature lower than the body temperature. لا ده مش logic، لأن by decreasing temperature اهو يعني عند 34 لو قللت التمبريتشر بيقل production of sperms، يبقى هي ليها optimum، ليها temperature معينة مثلا ليها 34 لو قللت عنها هيقل production of sperms. Secretion of sex hormone decrease by increasing temperature. ايه علاقة sex hormones اساسا بالجراف؟ الجراف temperature و number of sperms. Increasing temperature decrease the male secondary sex characters. هو increasing temperature ملهاش دعوة برضو بالmale sex characters، لأن الmale sex characters ليها علاقة بالsex hormone والجراف ما بيتكلمش عن sex hormones خالص. تمام، فطبعا هي دي الإجابة الصح من غير كلمة. When the non-histone structural protein are absent from chromosomes. لو non-histone protein مش موجودة في الكروموزوم، هو non-histone كانت بتعمل إيه؟ كانت تعمل keep the shape of chromosome، بتخلي الكروموزوم، معلش مش كلمة keep the shape،
او بتدي الكروموزوم الشكل النهائي، تمام، اللي هي بيتجمع الكروماتين في لارج لوبس وبيحصل له كوندنسنج فياخد شكل كروموزوم. طيب هون نان هيستون لو مش موجوده، هل structure of DNA changes؟ ما اعتقدش. shape of chromosome بيتغير، هي كانت بتديله a special shape، بتديله شكل، تمام، فطبعا الشيب هيتغير. ولو طلعتوا structural هيستون ونان هيستون من الكتاب هتلاقوا ان هيستون بتدي special shape او special shape للكروموزوم. the promoter can't be determined on the DNA، ايه علاقة ده بالنان هيستون؟ طب ما هو بيقول لك هنا ان الكلام ده ليه علاقه بالريجولاتوري نون هيستون، تمام، ملوش علاقه بالستراكشرال نون هيستون. الريجولاتوري نون هيستون تعتبر من الحاجات اللي بتنبه او بتعرف اذا كان الجين ده هيتنسخ منه ام ار ان اي ويتعمل منه بروتين ولا لا. يبقى الإجابة دي كان ممكن أختارها لو هو شال كلمة structural وحط مكانها regulatory، تمام، regulatory هي اللي بتعرفني إذا كان الجزء ده هيتنسخ منه mRNA وهيتعمل منه بروتين ولا لأ. زي ما قلت لكم إن الجين متكرر في كل السيلز، زي جين الأنسولين مثلا متكرر في الجسم كله، في سيل أوف سكان فيها أنسولين، فيها جين اوف انسولين، بس هل الجين اوف انسولين ده شغال في كل السيلز ولا في البنكرياس بس؟ شغال في البنكرياس بس نتيجة ريجولاتوري نون هيستون بروتين، هي اللي بتعرفنا او بتعرف السيل اذا كان الجزء ده او الجين ده هيتنسخ منه ام ار ان اي وبروتين ولا لا. فالاجابة دي كانت تنفع لو هو كاتب فوق نون هيستون ريجولاتوري مش استراكشرال. استراكشرال مكتوب في وظائفها في السكول بوك وهتطلعوها تدي سبيشال شيب للكروموزوم، فطبعا شيب اوف كروموزوم تشينج. The genetic material of prokaryote will be similar to eukaryote. هو بروكاريوت لا فيها هيستون ولا فيها نون هيستون، تمام، فعموما عمرها ما هتبقى سيميلر لو غابت النون هيستون. امتى تبقى سيميلر؟ لو غاب هيستون اند نون هيستون، في الحاله دي تبقى سيميلر، مفيش مشكله. The opposite two figure are different in A. Type of skeleton that they belong to. هو ده appendicular وده برضو appendicular skeleton. Number of bones. طبعا هنا في 7 bones. في tarsals هنا بتبقى 8 bones. فده بتبقى 26 ودي 27 bones. بحيث ان هنا في 7 bones. وهنا في 5. اللي هي metatarsals. وهنا بيبقوا 14، فالرقم النهائي هنا كله 26. طبعا هنا بتزيد 1 ان هنا 8 و 5 و 14، فبتبقى التوتال هنا 27، فهما differ in number of bones. Presence of 5 thin and long bones اللي هما هنا في metatarsals وهنا في metacarpals وكلهم 5. Presence of 14 phalanges هنا في 14 وهنا في 14. سوري لحظة واحدة، كنا وصلنا لحد كيم. The success of ovum fertilization process in fallopian tube depend on A. عشان يحصل fertilization لازم number of sperms تبقى كتير، لازم تبقى active sperms، لازم الانزيمز اللي بتنتجها السبرمز تعمل decomposing للأوفيوم كوت. لكن type of sperms اللي هي X أو Y ملوش دعوة هل هيحصل يعني ملوش دعوة ب success of fertilization. نوع السبرم ملوش دعوة بنجاح fertilization. عشان ينجح fertilization لازم يبقى في عدد السبرمز مناسب، لازم تبقى السبرمز دي active، لازم تنتج كمية مناسبة من الانزيم عشان تعمل decomposing للأوفيوم كوت. question 55 the opposite graph a volunteer اللي هو متطوع was injected with two different types of antigen X and Y and the concentration of antibodies in his blood was measured at regular periods of time. Which choice in the following table shows what has been injected at A and B?
ايه واضح ان هو اتحقن لأول مرة بإكس، وعند بي اتحقن بإكس برضو، يبقى ايه اند بي لازم يبقى فيهم إكس. خلاص طيب تعال نشوف الاختيار، لازم ايه يبقى إكس. فانا عندي ما بين اختيار ايه ودي، تمام. طب هل في بي اتحقن بواي؟ هو واي لأول مرة بيصاب بي، ولو اتحقن بي هنا هتظهر الانتي بوديز بعدها من 5 ل 10 دايز. يعني شوفوا هنا مثلا ايه اتحقن، ما ظهرتش الانتي بوديز عند ايه دايركت، لا يعني خدت فتره كده عشان تظهر، ففي هنا بيريود علشان تظهر اهي. فهنا اتحقن ببي وبدات تظهر، اي نعم هو جايب البيريود هنا، يعني مثلا هو هنا عند داي مثلا 11 وبدات تظهر عند 13، هي المفروض من 5 ل 10 دايز تبتدي تظهر الانتي بوديز، المفروض تبقى اكبر من كده بشويه، بس whatever يعني احنا واخدين ان هي من 5 ل 10 days تبتدي تظهر الانتي بوديز لما نوصل to reach maximum productivity of B and T cells، تمام، فتظهر بعد كده الانتي بوديز. فعموما عند B لازم يكون اتحقن ب Y ولازم يكون اتحقن ب X برضو، تمام، لازم الاثنين، فتبقى الاجابة هي نمبر D. تعال نشوف بقية الاختيارات. عند A اتحقن ب X، اوكي مفيش مشكلة، وعندي بي اتحقن بواي برضو صح، ما هو واي ظهر بس برضو اتحقن باكس، فتبقى الادق دي. طب عندي بي اتحقن بانتيجين واي، هو لو عندي بي اتحقن بانتيجين واي اللي هو بداي 1 بعد كده تظهر الانتي بوديز عند داي 13 او 14، لا طبعا احنا واخدينها اصلا من 5 ل 10 دايز بس، تمام. طيب يبقى دي غلط، برضو انتيجين واي هنا غلط، فهتبقى الاجابه الصح الوحيده هي نمبر دي. ديابيتس انسيبيديا ديزيز اللي هو مرض شجري او سكر كاذب، تمام، يعني وحد يحس ان هو عنده السكر هو اصلا ما عندهش السكر، فبيسميه ديابيتس انسيبيديس ديزيز. occurs as a result of a mutation occurred in gene of ADH hormone. المشكلة هنا كانت في جين ال ADH hormone receptor، يعني في مشكله في الاي دي اتش، اوكي، فبيخلي الشخص ده يبقى عنده مالتابل يورينيشن، فيحس كانه بالغلط عنده سكر انه بيدخل التويلت كتير. which of the following represents the best description for the effect of this mutation. لو في ميوتيشن في الاي دي اتش، يعني في ديكريز للاي دي اتش، في نقص هنا في الاي دي اتش، تمام، وطبعا اللي عرفني ان هو نقص في الاي دي اتش مش زياده في الاي دي اتش، لان بيقول لك ان ده بيبقى فيه عرض من اعراض مرض السكر. طب من اعراض مرض السكر مالتيبل يورينيشن، مالتيبل يورينيشن ده معناها اكسكريشن اوف لارج اماونت اوف ووتر، طالما في كميه ووتر بتخرج يبقى فيه نقص في الاي دي اتش. اكزيت اوف لارج اماونت اوف كونسنتريتد يورين، لا هو مش هيبقى كونسنتريتد، هيبقى ديلوتد لان في ووتر كتير هتطلع فيه. exit of a small amount of concentrated urine، الكلام ده في حالة increasing ADH، تمام، وهنا طبعا مش هيحس انه عنده السكر ولا حاجة، ما هو كده مش هيبقى فيه multiple urination. exit of large amount of diluted urine، طبعا دي هتبقى اللي صح. exit of a small amount، طالما small يبقى لا مش هيحس انه عنده سكر، هو هيحس انه عنده سكر انه هو بيخرج منه water كتير او urine كتير. طيب يورين كتير هيخرج هيبقى ديليوتد ولا كونسنتريتد؟ لا طبعا ديليوتد نتيجة نقص الـ ADH، فكمية من الووتر هتفقد كتير. The rate of mutations occurrence in the virus that shown in the opposite figure. هو الفيروس ده RNA بيقارنه بالبكتيريوفيج، والبكتيريوفيج بيبقى DNA، تمام، بيعمل comparison ما بينه وما بين البكتيريوفيج. مين يحصل فيه ميوتيشن اكتر، الفيروس اللي قدامنا ده ولا بكتيريوفيج؟ لا الفيروس عشان هو فيه ار ان اي فهيبقى هاير، لان ليه بتبقى كميه الميوتيشن اعلى؟ لانه سنجل ستراند، يبقى الار ان اي ده سنجل. طيب طالما سنجل يبقى نو تمبلت، ما عنديش تمبلت يوزد باي لايجيز انزايم تو ريبير ذا دامج، فاي دامج ما بيحصلوش ريبيرنج فبيحصل فيه ميوتيشنز كتير. The maximum number of tube nuclei in the pollen grains
يعني كل بولين جرين بيبقى فيها 1 تيوب نيوكليي، يبقى هو عايز نمبر اوف بولين جرين عموما، يعني كل بولين بيبقى فيها 1 تيوب نيوكليي that are resulted after germination of flower anther where each sac فيه 12 spores. هو انسر واحده بيسال على انسر واحده كل ساك فيه 12. طب هي الانسر فيها 4 ساكس، يبقى عدد السبور ماذر سيلز 12 باي 4 تطلع equal 48. ده عدد السبور ماذر سيلز، كل سبور ماذر سيل بتديني 4 بولين جرينز، يبقى هاخد 48 اعملها باي 4 تطلع 192. كل بولين جرين فيها 1 تيوب نيوكليس، تمام. يبقى عدد البولين جرين equal number of tube nuclei، نفس العدد بالظبط لان كل بولين جرين فيها 1 تيوب نيوكليس فتطلع 192. The transplanted organ are rejected from the body of the receiver patient، يعني نتنقل له مثلا كدني فالجسم يرفضها يعمل لها reject due to activity of E. طبعا النوع الاميونيتي اللي بتقاوم السيلز هي cellular immunity. cellular immunity بتقاوم الفيرال infected cell والcancer infected cell والtransplanted organs. يبقى هنا inflammatory response لا، humoral response لا، دي بتهاجم اي ميكروب موجود في البلد لكن ما بتهاجمش السيلز الغريبة. الترانسبلانتد اورجان يعتبر بالنسبة لي فورين سيل، سيل غريبة على الجسم. امتى السيل تبقى فورين ومحتاجة سيليولار اميونيتي؟ السيل تبقى فورين لو هي مصابة بالفيروس، لو هي مصابة بالكانسر، او لو هي ترانسبلانتد اورجان، يبقى دي سيل غريبة عن جسمي تحتاج سيليولار اميونيتي. طبعا سبريسر سيلز دي لا، ده السبريسر سيلز دي بتوقف الاميونيتي اساسا، تمام. طيب لو هنا بيقول لك الترانسبلانتد اورجان بنفس الكلام بس بيقول لك اكتيفيتي اوف اي سيلز، نكتب ايه؟ طبعا اكتيفيتي اوف تي سي بالتحديد، تي سي هي اللي بتهاجم، يبقى هنا بتهاجم الترانسبلانتد اورجان، يبقى هنا سيلولار ريسبونس عن طريق مين؟ تي سي بالتحديد هي اللي بتعمل البروسيس دي. In the following diagram من 2N ل N meiosis، خلاص دي خلاص محسومة meiosis، يبقى كده أنا خدت الإجابة يا إما number A يا إما number C. طيب meiosis بعد كده tissue culture، tissue culture إيه؟ tissue culture المين ايديا بتاعته اللي بيقولك إن أي cell من plant فيها complete genetic material، لازم تبقى فيها complete، واضح ان ده living organism واحد، فالcomplete genetic 2N يعني living organism ده مش طبيعته N، مش طبيعته N، طبيعته 2N، تمام، يعني هو مش بطبعه N، هو 2N، تمام. طيب tissue culture المين idea بتاعته كانت بتقول ايه؟ ان اي somatic cell من plant او animal، بس بعد كده قلنا من plant بالتحديد، فيها complete copy of genetic material، تقدر ان هي تحصل لها development into new individual لو هي اتحطت جوه nutritive medium. يبقى اللي بيتحط في nutritive medium لازم cell فيها complete copy of genetic material، فما ينفعش يبقى فيها الهاف، ما ينفعش يبقى دي. فطالما living organism ده فيه 2N و N، يبقى اكيد 2N دي هي complete genetic material، تمام. طيب وبعد كده بيقول لك parthenogenesis، نعم ايه ده بقى؟ يعني ما ينفعش، يعني خلاص كده قضينا على الاجابه الاولانيه. تعال نشوف هنا meiosis، والله ممكن meiosis هيديني ovium، والovium دي تبتدي يحصل لها parthenogenesis وباي mitosis تديني living organism. ده production of drones، يبقى دي صح 100%، يبقى meiosis parthenogenesis then mitosis، دي الإجابة الدقيقة 100%. وإجابة نمبر إيه غلط لسببين، أول سبب إن tissue culture لازم complete copy of genetic material، تاني حاجة إن مش بعد tissue culture هتديني هيحصل parthenogenesis، مفيش حاجة اسمها كده، طالما parthenogenesis يبقى لازم دي تبقى ovium أو تبقى ovium معلش عشان يحصل لها development into new individual.